اخذتوها. تقدرون شلون انتم تقتربون من النقطة بشكل كبير، من النقطة اللي مطلوبة بشكل كبير او من الحل المطلوب، لكن بالحل الدايركت دائما يطلع مباشرة، ما يحتاج ترايل اند ايرور. فايند اند ايرور، لكن ليش النيوميريكال سوليوشن مطلوب؟ لان تدرون انتم اكو الكثير من البارشل ديفرنشال ايكويشن او دينر ديفرنشال ايكويشن which is very hard to solve. كل صعبة، ما اقدر اسولف اني هيك نوع من المعادلات بسهولة. فاضطروا العلماء والباحثين يشتغلون على النيوميريكال تكنيكس اللي هو بعدين صار البيسج اللي نشتغل عليه كله. حتى معادلات راويتكم اني بالسي اف دي وغيره، كثير من الامور الماثماتيكالي تحتاج حل سريع، حلوها بالنيوميريكال حتى يقدر يشوف السيموليشن اللي يطلع، الانيميشن اللي ممكن يحصله من حل النيوميريكال. اما اذا تخلي اناليتيكال راح يكون البرنامج كلش بطيء وما يوصل الى حل، لان حل معقد جدا. زين، فاخذنا اول طريقه اللي هي اسمها الدايركت سيرش. الدايركت سيرش وخلينا لها الظروف مالتها، وقلنا الاكس 1 اكس 2 اكس 3 وصل الى الاكس ان والفانكشنز اللي نريدها، وش وقت تصير اكبر من ايش وقت اخذ الليميتيشن الجديده، الباوندريز الجديده شلون هنا وهنا، شلون نقدر ناخذها شوية شوية إلى أن نوصل إلى الحل اللي نريده. هنا عندنا مثلا اختيار أول شيء نقطتين، نطلع ال Y1 Y2 شوفوا هي بعيدة وغير متساويات، نسوي غير trial and error. بعدين ممكن تقترب ممكن تقترب من الحل، شوفوا إلى أن تساوي هنا تساوي بعد ما وصلنا إلى الحل الريد. زين، وهاي الكونديشنز قلنا إذا واحد أكبر من الآخر شو يصير باوندري، إذا واحد أكبر من الآخر شو يصير باوندري، إذا متساوية شو يصير باوندري. أخذنا first step اللي هو fixed step method، اللي هو مثلا هنا الفيكس ستيب احنا هذا حليناه وطلبت منكم هوم ورك هاو تو سولف ات ديترماين ذا اوبتيمم اوف يوني موديل فانكشن الاحاديه، يعني بها فقط اكس ستارتنج ات اكس ايكوال ماينس 3 اند ستيب سايز شنو وقدرنا نعوض بها starting the axis مالتنا إلى أن نوصل إلى ال y نريد، وين ما وقفنا هنا أخذنا step أقل وهكذا. أخذنا step أقل. دكتور هنا شو وقت نتوقف؟ الأرقام بعد ما تتغير. ما لا قصدي هسه مو ناخذ step 0.3 بعدين ناخذ 0.03. يعني تقل الأرقام، يعني مثلا هنا 0.01 0.04 تصير 3 مراتب وهكذا يعني، بس تبقى ايش نفس الشيء. اي من تتساوى مثلا انت من وصلتي، مو انا بعد مرات احددكم بالاكيورسي، اقول بعد الفارزه مثلا 5 ديجيت 4 ديجيت. دكتور هي مو تصير او هي كلها ديكريز بعدين بنشوف نقطه انكريز حصير طفره نوقف هنا ليه؟ هنا هسه وقفنا وين؟ شوفوا انه وقفنا يم بالواحد. دكتور غير انت تحدد يعني احنا شو وقت نوقف؟ بعدين لا مو انا احدد واعي، شوفي هنا هاي نقطة هاي صاي طفرة صارت، هنا ناخذ هاي الليميتيشن الجديدة مالتي. وحتى هاي الليميتيشن الجديدة غير بعدين هنا عافية تهم صارت طفرة بالفعل. الستيب سايز هنا الستيب سايز بعد مستحيل نبقي ثلاثة. مستحيل. ليش؟
ليش مستحيل؟ يعني هو بيناتن فقط ثلاثة، شلون أسوي ثلاثة؟ فأخلي step size مالتن، أي فرق بيناتن ثلاثة، أخليه قسم على 10 ونخليه 0.3. زين. الستيب أصغره. الستيب أصغره very good. لكن أصغره في مقدار، بحيث مقدار إلى سنس، إلى معنى. مو 0.3 أسويها 0.1. ما إلى ما يصير. راح تصير هنا بس 3 ستيبس منهم. اي فاقسمها على 10 تصير مضبوطه، والستيبس يعني ثلاثه انا ما غيرتها. يعني انا كانه الانترفول ما مغيره بحد ذاته، يعني مو الثلاثه صارت 2 والاثنين صارت 1. لا. هنا أنا مجرد مجرد الانترفول قسمناها على 10 اخذنا 10. بس هو ظن نفسه ثلاثه. واضحه؟ هو ظن نفسه ثلاثه. لكن احنا قسمناه على 10 حتى يصير 0.3 ماده رقم 20. اقدر يسمح لي مجال اشتغل هنا. شوفوا هنا وين نزلت 0.04 وبعدين صعدت الى 0.24. هنا اخذ هاي النقطتين واسوي 0.0. شوفوا هسه النقطتين ما متساويات حتى في الارقام. اقدر استمر 0.03 هم راح تطلع لي نفس الحاله. تلاحظون انتوا اخر شيء من الحل السؤال راح يوصل اخر شيء مفروض يتساوى، ونقول هي هاي النقاط مال زين. دكتور انا حليته، بس يعني هي من وقفت يم هاي الطفره وقف بعد ما سوى. شنو وقف؟ يعني شنو وقف؟ هو كان اصلا الاول واحد كان كله ديكريز، يعني يقل يقل، وصل واحد رجع ارتفع، صار بالأربعة ارتفع. اي هذا اللي 102 102 اخذتينها، ما سويت الفتره مالت يعني بينات، كبرت المسافه بيناتهم، فهما وصلت يعني لل 3.2 وبعدين هما صار بي طفره. اي طبعا اي، وتاخذين 0.03. ما انا لسه قلت لك تاخذين 0.03 واحتمال هم يصير تاخذين 0.003 وهكذا. وهكذا الى ان قلت لك لا. دكتور انا اضطريت انه اسوي خطوه ثالثه، يعني ستيج 3، فثبت على الصفر بهذا السؤال بالهوم ورك الاول. فثبت على صفرين بعد الفارز، اخر شيء قام يتغير 1-2 بعد الصفرين. اوكي فيري جود، تقريبا ثبت يعني. نعم دكتور. اوكي فيري جود. واذا تريد اذا اطلب منكم مثلا 5 ديجيت بعد الفارزه مثلا، الدقة مالتهم لازم توصلون للفايف ديجيت. يلا تقول الحل خلاص عندي 0.003 فور اكزامبل يعني. اوكي فور اكزامبل، فانت تكون تعرفه او انا احدد. دكتور هو ما راح يثبت حسب هذا الستيب اللي عندنا، مثل ما قال ياسر احنا راح نضطر ناخذ بعض ستيبات. فانا ما ثبت، توقفت بس على انه إن انت اللي طلبتين ستيب 3 وستيب 0.3. يعني لا انا ما طلبت، انا قلت لكم تمشون، انا قلت لكم تمشون بعد تستمرون. دكتور يعني احنا توقفنا تستمرون، لان هل الفارق راح يظل هيك الصعده بيناتهم 0.04 بعدين يصعد 0.25؟ هل قد فرق كبير؟ لو يبدي يقل الفرق، منو شاف هاي لاحظ الشغله هاي الفرق يقل؟ نعم دكتور الفرق هو يقل طبعا. طبعا هو هذا المطلوب، هذا المطلوب. زين اوكي. بالدايركت سيرش ميثود هنا انا وذ اكسلريشن، وذ اكسلريشن زين عيني معادله اللي طلع لي الاكس الجديده اللي اريدها اعتمادا على الاكس القديمه قبله اللي انا مطيها ستارت بوينت. نفس الاكزامبل اللي هو هذا منطقه هوم ورك، نفس الاكزامبل ذا بريفيوس اكزامبل ريبيتد وذ اكسلريشن. شلون سوى الستيب سايز؟ يعني انتقل من الصفر لثلاثة، بعدين من ثلاثة لتسعة، بعدين من تسعة لواحد وعشرين. ما فهمت شلون زيد هنا.
هسه احنا كل ساعة نطلع مثلا، خلينا نشوف هنا صفر، ستيب واحد اثنين ثلاثة أربعة، الاكس، الاكس هنا نفس هذا ثلاثة تسعة 21. هسه هذا الاكس اني ما مضبطه شنو، بس ممكن هو الاكس اللي احنا ستارتنج بوينت مالتكم ممكن تصير، يعني لان هو نفسه انت لو تبدين منها تاخذين نفس المعادله، تاخذين نفس المعادله وتاخذين الاكس مالتنا الستارت والستيب تاخذيه نفسه. اوكي، ما لك علاقه بهذا المكتوب. شو راح تسوين؟ راح تسوين الاكس هنا جديده وواي هنا جديده وتسوين يعني نفس اللي اسوي سويناه الحل. الستيب بعدين كله ثلاثة يعني اسوي. سوي مثلا سوي اول 10 ستيبات، اوصل ل 10 اي زين وتعال دكتور، اخير شوفي. اي نعم اي تفضلي. اخر رقم وين اتوقف؟ هسه متوقف للستة، بالمثال اللي لا بعده هنا متوقف خمسة. لا لا المثال اللي بعده حددتنا النتائج مال واي، حددت لنا النتائج مال واي. شوفي وين وقفنا، شوفي وين وقفنا بعد صعد. صار نزول بعدين صعد يعني. هنا اجي اقول يا بالاكس اللي اريد هاني 0.5. اذا نقول احنا الاكس مالتنا اللي اريد اشوفه بين 93 وبين 189 هنا، لان باعتبار انه هذا نزل اي زين، تمام. منه هذا نزل وهذا بعد ما يحتاج اروح اخذ ستيب اخرى واسوي جدول اخر. راسا اقول انا اللي اريد النقطه بين 93 وبين 189 الصعده، مو هاي نزول وبعدين صعود بعدين صعود. شو اسوي؟ اجي اطلع الاكس اللي اريده بيناتهم، بين هاي النقطتين، لان هو اكيد بيناتهم بعد، لا فوق لا جوا، اكيد بيناتهم صح؟ لو في صحيح صحيح. الاكس اخذها اللي قبلها، يعني مو هاي، هاي الاكس اللي قبلها بمره واحده، اكس اي ماينس واحد هي اللي قبلها هاي. يعني اذا النقطه اريدها اني بيناتهم هنا، فهو هذا اكس ماينس واحد وهذا اكس ماينس اثنين، يعني قصدي الاي، الاي الاي مفهوم هذا الاي. مفهوم دكتور. واجي اطلع البي 1 والبي 11 اللي هي ايضا تعتمد على التسلسل. ليش احنا لازم نسوي جدول؟ لان انا احتاج الاكسس والواي مالتهم حتى اطلع شنو البي 1 والبي 2 والبي 3. زين يعني، وهذا هو اكبر دليل هنا الواي نفس الحاله، الواي نفس الحاله، انا اريد النقطه اللي هنا بالنص. اذا هاي هي الواي اي ناقص واحد وهاي اي ناقص اثنين صح لو في، واذا يطلب منك اي ناقص ثلاثه هاي قبلها وهكذا. اللي بعدها راح يصير اي زائد واحد مو اي زائد اثنين، كلها تحوم حول هاي النقطه اللي ابحث نزلوا عنها. دكتور نفس نزلوا الحال بلاغ الاكس، اكس بالقناه اي انه اذا احتاج اكو هي مدمج. اي نعم هي هم راح نواجه مشكله وخلاص بس دكتور. يلا تمشي خلاص. نعم اوكي، بهذا بهاي الطريقه لاحظت شو انه اللي اخذناه يسوي بالمحاضره السابقه؟ دبل ستيب، ستيب سايز، يعني ده يضاعف الستيب مالته، يعني كل الامثله بهاي الطريقه اللي هو بس هاي الطريقه يعني. كل الامثله شبيهه؟ يعني دكتور بهاي الطريقه نسوي دبل ستيب سايز لو بس بهذا المثال يعني. هو سات دبل اوكي، ممكن هو يعمل دبل ساي مباشره يطلع النقطه اللي هاي بالقانون هذا، يقول تعتمد على النقاط اللي قبلها، يعني كانه دا يشوف البيهيفير. هو ليش ياخذ النقطتين الاخيرات للواي وللاكس؟ كانه دا يشوف البيرفورمانس مال هاي الايكويشن شلون دا يصير، المعادله مالتها البيهيفير شلون دا يصير، تصاعدي تنازلي ايش قد ستيب سايز بيناتهن، وعلى اساسه البريدكشن مالتها اللي يستخرجه من هالنقطتين على اساسه يطلع به النقطه اللي هنا. يعني كانه بياخذ فكره من النقاط اللي قبل شلون دا تصير الداتا مالتي شلون دا تمشي، ولذلك حتى يطلع الاكس الجديده. نعم دكتور، اني سويتها على كل النقاط، يعني طلعت لكل نقاط اكسس ستار.
وش طلع عندك؟ يعني ما طلع شيء، يعني هو يعني المفروض هو بس اخر نقطة اخذ، يعني اخر نقطتين. لا مو احنا وين ال وين نقطة الانقلاب؟ وين ده يصير؟ اخر نقطتين. اي عافية، ما يحتاج اخذ الفوق، لان يعني اني لو مستخدم الطريقة اللي قبلها وين اروح؟ اروح هنا ادور بين هاي وبين هاي النقطة. يعني لازم اعيد اسوي بين هاي وهاي النقطة حط بس هاي بس هاي بس هاي بس هاي نقطة. يا بس هاي النقط ما يحتاج. تمام ما يحتاج. أنا سويت على كل النقاط، على كل النقاط أسويها. لا لا ليش؟ لا نفس الفكرة، هي نفس الفكرة. هو إحنا ليش طلعنا قيم decrease كله بعدين صار increase؟ صار بعدين increase. هنا نقطة الانقلاب. أعرف هنا النقطة مات، يعني دا أبحث على المينيمم أو الأوبتيمم بوينت هنا. تمام. إذن أنا أخذ هاي النقطتين وهي أشتغل عليهن، أستخرج الأكس. أوكي. منو رافع إيده ياسر؟ دكتور. نعم دكتور، أنا بيجي صار الحال، بس طلعت الأكس ستارت كلها نفس الرقم، طلع لي 100. أوكي دكتور أنا هم كلها نفس الرقم؟ كلها نفس الرقم، very good. very good. والبيوان طلعت لي واحد كلها. أوكي very good very good. وأنا ما حد قال لي هل هو هاي يطلع لازم تساوي بكل النقاط. يا دكتور صح الحال. أوكي very good very good. يلا أوكي أنت خليها بالكوز بس، يلا ما يخالف فكروا بعد حكيت. يلا اوكي فيري جود. يطلع نفسها لان هي النقطه نفسها في كل مكان، بس انا دائما ابدي الحال وين؟ ابدي بال اخر نقطتين. نايس. حرامات يخلوها الكتروني الاوبتمايزيشن، المفروض يخلوه حضوري. بس اتس اوكي. لا دكتور اذا صار الكتروني يعني راح نستخدم الاكسل لو كالكوليتر. عادي استخدم الاكسل، استخدم الكالكوليتر، وات ايفر يو وونت استخدم. اوكي درجة الحرارة في برلين 25 جيرماني، هسه جاني اشعار 25 اخوان واحنا 45. او ماي جاد. اوكي مهم، فهنا طلعت لنا بي 1 بي 2 بعدين طلع الاكس ستار. اوكي find the optimum value هاي للx for function y، هاي الفانكشن مالتنا وال direct search acceleration method start with x يعني step size مطيك 0.1 نفس الحالة. أعتقد هذا هم طلبته منكم هم دكتور. هذا ما طلع لي إيه دكتور زين، هذا أنا ما طلع لي بالأخير يعني مستويات يعني الأكس ستار شبي ما طلع مستويات بالأخير، لأن هو أصلا كله دكريز 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 دكريز، ما وصل نقطة يصير بها إنكريز. ليش ما طلع يعني آخر شيء؟ يعني هاي النقطة هاي 6 صار سالب 8 هم دكريز صار بي. أنت ليش انتوا لا تعتمدوا 100% على التيبل؟ التيبل هذا مختصر دائما للحل. يعني انت يبدي اكس سماتك جديدة. اي لازم اكمل حد ما اصل عندي نقطة كمل الى ان توصل. اي طبعا طبعا طبعا. اي لا لا بخالف بخالف. يحتاج نقطة، يحتاج نقطة اساسة هذا التيبل. عافية. يحتاج بعد نقطة احتمال نقطتين. امشي وكمل هو انت بالاكسل ما يطول. عافية عافية. راح تشوفين بعضها انه شنو كلها متساوي. اي دكتور very good very good. يعني هذا هسه ممكن هم اجيبه، هذا هو هم وورك انا طلبته منكم، بس هم ممكن اجيبه بالاكزام. بس دكتور هو بالتيبل هو اساسا دا يصير ديكريز، قصدي انكريز مو ديكريز، لانه 5 يصير 5.2 بعدين 5.8 بعدين يم 6.1 يصير ديكريز. ما ادري شوفي انت بعد هاي طبيعه التي انجينير بعد هسه التي انجينير الا بايا وحده الا ستيبل، فانت بعد فكري وشوفي وين الحل الصحيح. تمام يحتاج اقول ما يحتاج اقول لكم. زين نيوتن رافسن او نيوتن ميثود نيوتن ميثود
is equivalent to using شنو quadratic model اللي هو دائما قلنا نيوتن شو يقول؟ يقول دائما بالمشتقة بالمشتقة دائما نوصل إلى الـ optimum point. فهنا أنا عنده فوق المشتقة الأولى، هناك المشتقة الثانية للأكس اللي أنا أبدي بيها، يعني الأكس ستارت اللي أعطيك إياها تبدي بيها هنا الأكس ستارت. بعدين تبدي تضيف الأكس الجديدة هنا، وهكذا طلعت جديدة وتضيفها، وهكذا إلى أن نوصل إلى شنو؟ إلى أن نوصل إلى الأكس الأوبتيم. وهذا الإكزامبل نمبر 4 يوضح لي هذه الطريقة. شوفوا هنا شلون إلى أن تساوت الأكسز اللي عندنا، قلنا يا أبو هاي الأوبتيمم. بعد شو عوض؟ هو يطلع نفسه. شو عوض؟ يطلع example number 5 ايضا مطيني هاي المعادله for starting point x3 minimizing the function until the change and when هنا هاي الحد كان ترى الان ايرور هاي اها الى ان نوصل 10 ماينس 7 10 ماينس دكتور هاي حمات الحد ما تتساوى يلا نوقف طبعا بعد شلون طبعا هي كلهن كل النيوماريكال تكنيك حتى اللي راح ناخذها الجديده بالمحاضره اللي بعد هاي لازم نستوي هم نوصل هم نوصل لا شلون الانديكيشن يعني شلون شنو الانديكيشن يقول لي يابا ترى انت خلاص بعد وقف وين طالع قبر غير توقف في المكان هاي الاوبتيموم ناخذها المساويه هي الاوبتيموم يا 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 تمام دكتور زين انا قلنا السوليوشن هذا هنا نفس الحاله شوفوا هنا ايضا شوي شوي الى ان شوفوا الانديكيشن مال تجار ثبت ثبت وبعد ما يفيد انا اجيب هنا x2 واخليها اعوضها هنا واطلع x3 شوفوا اطلع وين الاكس كي مالتنا وصل للتسعة وصل للتسعة وثبت فا اتس اوكي هذا اللي مطلوب زين عندنا restricted function من يصير عندنا هسه limitation a و b شوفوا هاي اللي قبلها ما عندنا a و b ما عندنا مطيني داله وقال لي يابا روح انت دور على اوبتيمم انت دوخ بيها فبارك الله بيهم ذولا نيوتنز وغيره قالوا يا تعال احنا نسهل عليك الامر حتى تلقى الاكس مالتك اجى بعدين هذا دوخنا قال يابا اذا شلون اذا اكو اني ريستركتد وخاصه احنا كل شغل الكيميكال انجينير هو بي شنو هو بي ليميتيشن من ضغط من تمبرتشر مو من concentration من انثالبي كلها محددات كلها محددات operating condition مالتي هاي كلها محددات وهي اللي يعتمد عليها الديزاين الديزاين مال اي معدة هو يعتمد عليها الليميتيشن مالتي هاي الداتا مو صح لو لا اذا هاي هو هذا اللي يفيدنا اكثر شيء بالهندسة الكيميائية انه المحددات المعادلات من صبيه محدده هو هذا يعني احسب لي الكوست الاوبتيمم لهذا المفاعل الكوست من هاي الداتا اللي معطيك اياها اني علما ان محدداتها لازم من هاي التمبرتشر الى هاي التمبرتشر لان هاي التمبرتشر تعطيني هلقد ديزاين حجم وتكلف هلقد وهذا التمبرتشر تعطيني هلقد ديزاين كحجم مفاعل اخذت المفاعل العام وهل قد تعتمد عليها التمبرتشر محددات لا مو محددات محددات نعم دكتور فنمشي فمن اقول لك انا اجيب لك سؤال مثلا واقول لك هذا سؤال يلا هذا السؤال يحتاج محددات لو لا وشنو هي سؤال بسيط بس هذا شويه تفكير زين Very good.
فش عندنا هنا؟ عندنا الانترفل بين الاي وبي، الفرق بيناتهم هو الال، السيمتينيوس سيرش بلان الطريقه الاولى زين. يعني عندنا الاكس الجديده تعتمد طبعا دائما الاي، انتم تدرون الانترفل من اي الى بي النقطه بتوين ذوس بوينت هنا، اذا اكيد الاي اللي بعدها زائد، يعني اجمعها مو منطقيه، ما يحتاج الى عباقره منطقيه، يعني بعدها اضيف اضافه، لكن البي لازم شنو ماينس اطرح، يعني بي بس هنشوف ناقص هاي التيرم حتى اوصل للنقطه. اذا اخلي هذا زائد البي وين راح يروح؟ اوت اوف ذا رينج، مو راح يروح بهالمنطقه اللي يعني ما محتاج، فهاي يكتب لي زائد اقتله بالامتحان اخلي له زيرو، لان ما اريد اروح خارج الرينج، صح لو في؟ يلا صح دكتور. يلا دكتور بس عد لنا يا شو الاكس الجديده راح تشوفون هواي هيك معادلات الاكس تعتمد على الانترفل الاي والبي زين. هنا هي انا خلي اغير الكلر اخليه ريد، هنا هذا اي انترفل يروح الى وين؟ بي. الاكس مالتي الاوبتيمم وين صايره؟ وين تقع؟ بين اي والبي غير؟ بين اي والبي مو غير اكيد؟ اي اكيد بين اي والبي زين، بين الاي والبي منطقيا الاي، شوفوا هاي الاي مو هي منطقي، العمل كله ترى منطقي مو خيالي هنا الشغل، زائد هذا التيرم البي حصير ناقص حتجي بي. هذا ليش؟ لان الاي اكيد اكيد بهالاتجاه النقاط مالته، والبي اكيد منك من البي ونجي بالعكس اكيد، ما يحتاج الـ ما يحتاج اسمه انتليجنس بيبل. فاذا واحد كتب لي بي زائد هنا شو اسوي بي؟ انا يكون صفر، راح بهالمنطقه يدور اعطيه صفر مربع، مو بعدين واحد يحكي جاب. example number 6 وقلنا accuracy زين، اني ايضا هنا عندنا limitation نطلع of experiment، بعدين نطلع يقول optimum maximum هاي المعادلة نفس الحالة، وبعدين نقول هذا بالقيمة اذا اكبر او اذا اصغر راح ناخذ optimum point بهالطريقة. sequential search method هي بها طريقتين، يا اما two experiment sequential يا اما three. شنو الفرق بينهن؟ ال two يعني بي two axes x1 و x2، هذا معناه مقسمه على ثلاث اقسام ذات انترفل بي equal انترفل، يعني هاي متساويات مستحيل تصير متساويه مستحيل، يعني انت تقسمها على ثلاثه، هذا 0 هذا 1 على 3 هذا 2 على 3 هذا 3 على 3 1. اذا هاي الاكس 1 هي بعد من الاي زائد ثلث، هاي موقعها، واكس 2 بعد من الاي زائد ثلثين، هنا موقعها. واضحه؟ وهم تلاحظون هنا هنا نقدر هم نقول الاكس 1 اذا الشاطر بيكم يقول البي ناقص شنو؟ حتى نطلع الاكس 1 نقدر نقول البي ناقص يلا ثلث من هالصفحه او ناقص ثلثين من هالصفحه، بالعكس نقدر نقلبها، لكن اخذوا الاي حتى تكون الامور ايزي زين. الاكيورسي اللي اريدها هاي معادلتها ببساطة، هاي يعني معادلة الـ number of total experiments، الـ number of cycle، الـ ln هاي قيمته، اوكي؟ هذا بالنسبة إلى 2 experiments، إذا عندي 3 experiments، إحنا كل شيء ما سوينا،
نفس الحالة أقسمها، هذا نجي هنا، هاي الـ A وهاي الـ B، عندي X1 X2 X3، أقسمها 3 experiment يعني 3 axes، أقسمها إلى 4 intervals متساوية، يعني أقسمها على 4، فهنا عندي 0، عندي هنا 1 على 4، هنا 2 على 4، سوري 4، هنا 3 على 4، هنا شنو؟ 4 على 4 اللي هو 1. فيجي شي يقول؟ يقول يابا ترى الاكس الاولى هي اي وبعد ربع الال نوت هنا، الاكس الثانيه تجي هنا 2 على 4 يعني نص الال نوت، والاكس الثالثه هنا، صح؟ لو في منطقيه في الشغله. وهم نفس الحاله نطلع عدد الاكسبيرمنت وعدد الاكيورسي وهكذا. نجي اكزامبل نمبر 7 سوري، find the optimum minimum point of y يساوي x2 minus 6x plus 2. فطلعنا عدد الاكسبيرمنت، بعدين كم سايكل احتاج، اشتغلنا عليها على الاساس، طلعنا الاكس الاولى، شوفوا الاكس الثانيه، هذا 2 اكسبيرمنت. اذا نفس المعادله راح اقول لك متى اشتغلها بال 3 اكسبيرمنت، هي نفس الفكره. طلعنا الاكس الجديده، عوضناها بالمعادله اللي هو معطيني اياها قبل تو مي هير، فاستخرجنا واي 1 جديده واي 2 جديده، وتقدر ترسم عداده مالتك هاي هنا حتى تشوف شلون البيهيفير مال الداتا مالتك. الى ان وصلنا الى بعد شفنا انه هي تقريبا بدات تتساوي الامور، شوفونا اقدر اوقف. طبعا هو هنا واصل للخمسة، أنا قلت لكم تكملون الهوم وورك إلى السايكل 7. أوكي؟ زين. دكتور أنا كملتها أكثر يعني للتسعة والعشرة، يعني صار أقل كلش الخطأ. أوكي، فيري جود. فيري جود. دكتور زين، هو مو حدد لنا 7؟ يعني غنوا. إي خلص. إي توقفي عند 7. طلعنا عدد الدورات بدينا. اي اوكي. لا اي دكتور، لا. بس انا جربت اكثر يعني كلش صار قليل، يعني بدات ايام كلها تتساوى. نعم نعم نعم. ممكن اني شو اقول لكم؟ اقول لكم شوفوا باي دوره باي سايكل يوصل اكثر اكيورسي، تجي لو ما تجي لازم نساويهن غير؟ يعني انت هسه تقولي انا وصلت للعشره، يلا شفت الانترفال كلش قل، إيه؟ وممكن من توصل لل 12 تشوفيك بعد كلش يقل. دكتور صار لها نهاية، ها عيني صار لها نهاية من السايكل، يعني لازم نجربه هواي. اه بس هي تجي فكرة ترى. اوكي صار لازم اكس دكتور، تصير اكس 1 جدا قريبة من اكس 2، واي 1 قريبة من واي 2. اي اي بلي بلي، بس ما اقول لك ان احددك بان، اقول لك انت طلع لي ان ايش وقت اني احصل على الاوبتيموم بيا ان اريده، انت تقعد بالعكس تشتغل. اوكي، وماكو مانع، هو امتحان الكتروني يشتغل اكثر، بس اهم شيء اول خطوه او خطوتين لازم انت تحل بيدك، حتى اعرف التفاهم. هذا ما يصير اكسل، ما ادري بعد واحد اكو واحد قال احلها بالاكسل، هو صح صح. اي دكتور صار بلي صار، اي بس لازم شنو يعني اكسل ويا النظر يعني ويا القلم سويه. شفتي؟ فا اي فا يعني المهم، انا اريد حل صحيح، شلون ما تحلوا اكسل مو اكسل. دكتور عدد الدورات اللي طلعناها لفوق 7، هاي يعني غير نوقفين من 7؟ هو يعني اي خلاص لا لا عيني، لا التزموا بال7، التزمي بال7 سايكلز. ايه 7 اوكي، لكن اذا يعني انا الاوبتيموم عندي 7، ها هيك يعني هو من يمنا طلعناها. اي 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 انا عبالي هو هو انت تلاحظين انه هو دا يريد يراويك بال7 سايكل انه دا نوصل لادق نقطه. الادق نقطه وصلنا لها، بس هو ممكن نوصل بال10 الادق من هاي النقطه، لكن حسب صيغه السؤال يعني حسب وصلنا اللي هو للسبعه. عندي 7 ايه للسبعه تمام، لكن ممكن اقول لكم انا اريد ادق اكس
find out the n بيا number of experiment او يا cycle sorry مو number of experiment تقولي لي انت بالسايكل نمبر 12 يلا تصير كلش دقيق او بال 10 بعد كل من حسب انا اعتبر الدقه او انا اجيب دقه هم حلوه انا اجيب اقول اوصل للدقه 10 اس ماينس 5 الفرق بين الاثنين بوينت او او 4.1 هذا الفرق بيناتهم وين يلا توصل 20 سايكل 30 سايكل بعد الله اعلم دكتور في نحدد السايكل حتى احنا ورا السبعه نحطه كيف لا لا بعد انا احدد انا احدد هسه هو هم الكتروني وهم تشرطون هاي شلون تطلبون دكتور مو حنضل نعيد وعيد نعيد اي يعني هو بالعاده هذا يعني هو نفس البروسيجر ما راح نسوي شيء جديد ايوه نفسه بس الارقام خلص 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 اذا ماكو شيء صعب بس كنت عارفين الليميتيشن ما تسمن تتغير الاي والبي يعني خلي هاي بالكم اوكي زين اكزامبل هذا هم حطيناه هم ورك صح هذا كيفكم دكتور كيفنا يلا هو هذا احتمال يجيب الفاينل فتو كيفكم بعد المهم اوكي هسه نروح الى تكمله النيوميريكال ميثود عندنا داك توماس سيرش بلان داك توماس نفس الفكره يشتغل على الانترفل نفس الفكره بس دائما ياخذ المين هذا هنا صاحبنا ياخذ المين شوفوا ياخذ المين مو ثلاثة ولا أربعة ويضيف ترم يسموه الدلتا اللي هو الدينوتد دلتا ياخذ هنا مثل تصحيح مثل تصحيح يعني ممكن بالسؤال نعطيك 0.05 هذا هو التصحيح مال هاي كل شيء ما بي هذا الطريقه وبالفعل بي ناقص والاي زائد هذا الترم وهذا شنو البي والاي هو الانترفل لا اكثر ولا بعدين بدا بالاكس 2 وهكذا وهكذا نفس الحال اكس 4 اكس 5 اكس 6 اكس 7 وهكذا الى ان نوصل بعد ما يتساوى نوصل الى النقطه طبعا هنا عندك بس هاي خلي ببالكم خلي اغير الكلام النمبر اوف شلون نحدد النمبر اوف سيركل واكسبيرمنت هاي 2 كي زائد 1 سيجما اصغر او تساوي الفرق الانترفل من استخرجنا الكي قيمة الكي من استخرجناها هاي عندي هاي عندي هاي عندي نضربها في 2 تطلع number of experiment الكي يمثل لي number of cycles اوكي very good نجي ناخذ example نفسه بالضبط اللي اخذناه ليش بديت انا بديت المحاضرة لان هي لازم نستذكرها اولا حتى نعرف شلون نبدي نمشي بهاي فهسه عليكم صار سو ايزي ليش؟ لان اصلا هي معادلات هذا نفس الفكره تقريبا determine the optimum of the function y بهاي الظروف هاي هنا 2 وانا اقول لك اختار لك الطريق نفس الحاله اوفك من الانتيكال سوليوشن هذا بس اراويكم الانتيكال سوليوشن نجي هنا يوزنج دوكيوموس افندي الفاليو طلعنا قيمة ال K 5 زين اذا الان النمبر اوف اكسبيرمنت 10 اذا انا عندي 5 سايكل السايكل الاولى نبدي من 0 الى 2 استخرجنا الاكس الاولى اكس الثانية طلعنا واي 1 واي 2 هاي اول اكسبيرمنت طبعا اكسبيرمنت 10 يعني هذا قصدي هذا اكسبيرمنت لذلك الخمسة سيركل يعني عندي 10 اكسبيرمنت
يعني اكس 1 واكس 2 لان دائما تتكرر هذا المفهوم. نجي بعدين نبدي منين؟ من الجديده الاكس 2 او الاكس 1 الجديده، وهكذا وهكذا الى ان نوصل. شوفوا هذا التيبل، نوصل الى الماكسيمم هنا تقريبا يبدي يتساوي. طبعا هو هم مثل ما تفضلتوا هسه، تفضلت ست زهراء قالت يا بوصل احنا هو قايل 10 اكسبيرمنت، 10 اكسبيرمنت، لكن انت ممكن توصل، من توصل لل 20 اكسبيرمنت ممكن هذا الديجيت 3 يعني بوينت هسه 1 هو الفرق، العفو بوينت 001 الفرق الاكيورسي. ليش؟ لان بوينت 36.36 نفسها نفسها بالضبط الديجيت، وين دا يصير الاختلاف؟ بالثالث واحد وياي بالثالث هنا، ثالث ديجيت هو الاختلاف. اذا هنا احنا دا نشتغل بهاي الاكيورسي، بهاي الاكيورسي ممكن من واصل بعدها ممكن تبدي هاي تتساوي، ممكن هذا الديجيت الاربعه هذن يثبتن، الديجيت الرابع يبدي شو يسوي؟ يساوي، او السبعه هاي تتساوي، وهكذا وهكذا. اوكي كلير كلير. نعم دكتور. دكتور بس قيمه الكي ايش فيها؟ شلون طلعناها؟ قيمه الكي ايه عندنا 2 كي زائد 1 في هاي قيمه السيجما او الدلتا، انا اعطيكم اياها تساوي تساوي الفرق البي ناقص اي. ايش قد هذا الفرق؟ اذا احنا عندي بس سؤال 2 خلاص راح تشوف 2 كي زائد 1 يساوي 2 على 0.05. اذا هاي شو قيمتها؟ اوكي مو مشكله، 2 كي تساوي 40 40 ناقص 1 راح يصير هسه 40 ناقص 1 اوكي يعني 39 39 اوكي. هسه سؤال 2 كي تساوي 39، شلون نقدر نستخرجها هاي؟ يلا يلا هسه اريد واحد يقول لي دكتور المفروض اسوي 2 الاساس مال 39 وفوقه فد رقم. دكتور ناخذ اللوج لها عافيه، ناخذ لين واحده من صفات اللين للطرفين انه هذا الشيء يصير او لوج يجي هنا بصف يرجع. نعم دكتور يصير كي لين. اخذيها اخذيها روح شوفيها، احتمال احنا غلط بس هم شوفيها. يلا دكتور انا وياك لين 39 خلص بعد كي تساوي لين 39 على لين 2 ايش قد تصير؟ طلع 3.6 تطلع 3.6 مو 5. زين اخذيها لوج، اخذيها لوج. واحد ونص لحظة. لا دكتور انا عنده خطأ، لان 39 على تقسيم لان الثنين المفروض اي لان الثنين اي 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 حسنا طلعت مضبوط 5 هي هاي 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 شكرا هاي عافية شكرا. اوكي اوكي يعني نو بروبلم. هاي واحدة من مواصفات اللين. تذكرون من ناخذ اكسبونيشن للاكس حتى نخلص منه نقول لين لين الاكس او لين حتى ناخذ قيمة الاكس عندي وهكذا للطرفين يعني. زين ونفس الحالة هنا نوصل مثل ما اتفقنا هنا الاكيورسي واصله 0.01 ممكن اوصلها 7 تساوي وين اذا امشي؟ اذا انا ما محدد لك الان انا اقول لك اريد ايش قد الان تصير اذا الاكيورسي 10 اس ماينس 7 يعني ايش قد؟ 1 2 3 4 5 6 7 يعني هاي الارقام يا اخوان شوفوا 0.3677 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 10. هذا الرقم، لا احنا نريد 1 2 3 4 5 6 7، ما يحتاج 10، خلنا نمسحها حتى اقول لكم شنو يعني معناه. ناخذ نرجع للجرين الحلو هذا مالنا. ستة سبعة سبعة ستة ستة 1 2 3 4 5 6 7. لازم الرقمين هيك يكون متساوي، يلا توصل هاي الاكيروسي اللي اريد. فانت شويه شويه تبدي، هذا هو رقمين يتساوون، شلون عندنا تساوون؟ بعدين يمكن تمشي لك هم فد 10 اخرى توصل 7 7 توصل لك ال 10 30، توصل الاكسبيرمنت، توصل هاي السبعه، توصل شو اسمه 35 تقريبا. ان يلا توصل. شنو رايكم بالحل هذا الجميل؟ دكتور خليني على عدد الدورات. اوكي 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 فيري جود، زين اوكي. هسه العالم فابوناسي سيرش بلان، نفس الفكره بس هو مخلينا داتا هنا، هنا فابوناسي نمبر عنده، نختاره من نطلع الانسي نمبر. اوكي هذا النمبر نقدر نستخرجه من الاكيورسي مطيه. بعدين نفس الحاله ام الاكس 1 لو تلاحظ زائد الانترفال، اكس 2 هي البي ناقص، لين راجع حتى نطلع الاكس 2، وهكذا وهكذا. لكن هنا شوي يقول اذا الاكس 2 عوضها بها الاكس 1 ممكن يحصل على الاي زائد هاي فيبوناسي نمبر ال 1، هذا قيمته ال 1 وهكذا. هنا ال 2 ممكن نقول ال 1 اللي هي الانترفل ناقص ال ال سمول، ال سمول هو هذا قيمته فيبوناسي نمبر للنقطه الثانيه قبلها. شلون اخذنا اول شيء على النمبر اللي اريده اني فيبوناسي نمبر في ال L1 اللي هو الانترفال، الفرق بين الانترفال هاي لا اكثر ولا اقل، هذا هو فكرته. دكتور بس ال L small، ال L small شنو قيمتها؟ ال small هاي قيمتها. آه، هذا هو ال small، هذا ال small. اوكي. L1 هو الانترفال. وال L small يعتمد على الانترفال بي اكو نسبة تصحيح بين النمبر اللي اريده اني وبين النقطة اللي قبلها بنقطتين، هاي ناقص 2 لين. خلاص هذا هو فكرته ان جنرال. زين هنا اكو ابروف، شلون نثبت انه اكس 3 تساوي اكس 1؟ واحد عوضنا بالله الاكس 3 هي اذا جبناها بدلالة الاكس 1 وعوضنا ال 2 اللي عندي، زين راح نحصل على هذا المقدار. بعدين من اعوض ال L2B راح تروح تنشطب واعوض على، اذا اريد اغير اشوف الفرق بين ال X1 هل هي مكافئه او لا، ال X3 وال X2 لا اكثر ولا اقل، مجرد تعويض ناس بداخل ناس. Very good. زين example number 1 use Fibonacci number search to locate لايجاد the optimum of the following function within an accuracy of .01 for y equal هاي المعادلة والانترفل x between 0 إلى 100. solution طبعا هذا بالاناليتيكال، هنا انت هسه احنا هنا واحد من المعادلات 0.01 طلعت لنا الاف ام هي 144، ومن عندها عرفنا ايش قد الان ماتي اللي هي 11. من عندي رقم 11 هنا نرجع على الماده ماتي نقول يابا نقدر نسوي عندنا ال L ماتي ال L اللي اشتغل عليها السمول هي
فيبوناسي فوق على جوه اللي قبلها اللي بعدها واللي قبلها في ال ال الانترفال اللي عندي. هذا طبعا هذا التيبل ما لكم علاقه به، هو يجي بالامتحان لا تدوخون به من اجى. اوكي لا تدوخون به من اجى زين. فنبدا السايكل نمبر 1 نفس الحاله، ما سوينا شيء، الانترفال طلع ال ال سمول، نطلع ال اكس 1 اكس 2. شوف مجرد ويل ال سمول طلعنا نقاط، شوفوا بعيدات النقاط. رحنا للسايكل نمبر 2 نفس الحالة هم بعيدات، بعدين عوضنا السايكل نمبر 3 4 5 6 7 8 9 10 إلى أن وصلنا. طبعا هو الـ N11 احنا نوصل لازم الـ 11 يطلعناه من التيبل، لكن احنا بالعشرة صارت exactly the same. تلاحظون هذا شوية أدق فبناس من اللي قبله، أدق exactly الثاني نفس. هو هم يعتمد على الانترفل، يعتمد على الانترفل L1 وطلع له تيرم اسمه L1 small اللي هو يعتمد على شنو؟ يعتمد L1 small على الفبناس نمبر اللي أريده وعلى القبلة بنقطتين خلاص على الانترفل اللي موجود. يعني مجرد يشتغل على نفس الاحداثيات بس يريد يجيب النقاط الان بالفعل وصل الى نقطه دقيقه يريد. زين استاذ استخرجنا الاكس. نعم بس احنا ليش اخذنا ال 140؟ ليش ما اخذنا غير رقم بالجدول؟ هنا هنا حسيت مين تحلين بالاكيورسي. شوفي من تاخذين الحل هنا 144 او هنا لو نكمله اعتقد هذا بيتكمله هنا. هنا خلينا نشوف 144 هنا الاكيورسي ايش قد؟ نعطيها 0.001 طلعنا شيء فوبوناسي 100. تروحين للتيبل تشوفين وين النمبر؟ وين ال 100؟ هاي طبعا حلي بيدك او يطلع 144 whatever it is. المقابلة هو عدد الاكسبيرمنت اللي تحتاجي. يعني دكتور حسان افرض قيم للان من يطلع الرقم 100 فهو الاخر. لا 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 شو تقولين ماك هذا التيبل هذا التيبل given بالامتحان مو انت تستخرجي. هذا هو التيبل مال فبوناسي هو مسوي ما له علاقة. إيه؟ أنا أعطيك accuracy يعني سمو قلنا بال قلنا راح أقول لكم أسألكم أنا will ask you guys how many number of experiment أنا أريد حتى أوصل لل accuracy 10 اسمائل السبعة. أنت شو تسوين؟ أظل أجرب عشرة عشرة لكن هنا أنا مباشرة يقول لك عدد الاكسبيرمنت اللي راح يعطيك هاي الدقة. زين شلون تقسمين هذا واحد الاكيورسي تساوي واحد على اف ان تستخرجين الاف ان اللي هي بالجدول وتروحين تقولين يا ترى بهالاكيورسي احتاج ان نمبر اوف اكسبيرمنت هالقد. اوكي يعني هنا كانه العمل مباشره ما يحتاج مختصر ما يحتاج اشتغل الى ان اوصل لا هنا مباشره انت يقول لي وبالفعل قبل ما اوصل 11 هنا اعطاني دقه كامله 100%. الجولدن ريشيو سيرش نفس الحاله هنا انا فقط عد هنا this method is used when the number of experiment is unknown. انتبهوا يعني اذا اقول لك شو كنت استخدم الجولدن ريشيو سيرش نمبر اوف اكسبيرمنت مو معروف ما نعرف ايش قد انا اشتغل فالدراسه تجي على اليمن ما يحتاج انا اقول لك مثلا بالامتحان ما انطيك النمبر اوف اكسبيرمنت ما يحتاج اقول لك واني ما محدد لك الطريقه انت وين تروح تجي على الجولدن لان هي هاي الجولدن الميثود اللي ما بيها نمبر اوف اكسبيرمنت
وهي درايد مشتقة من فابوناسي سيرش بلان وين ان اكبر من 6 excuse me the ratio of Fibonacci number start to be constant and this ratio is generated by يسموها الراتيو الثابتة هي J هذا نستفاد منه رقم later إن شاء الله. نفس الحالة ال الجديد هو 1 على تاو مثلا نسميها so ال 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 هذا هو ال B ال A sorry A B ناقص interval من جاي يبدي 1 إلى جاي العداد مالتي يمشي حسب وين أوصل للأكيورسي مالتي. نفس الحالة إذا عندي هذا الانترفول نفس الحالة النوت هي B ناقص A و L1 هي النوت على التاو. زين إحنا التاو ما ندري شنو هي إشقد هسه نشوف إشقد ال X1 مثل ما أخذناه شوف ماكو شيء جديد شوية دا يغيرون كل عالم يجي عنده فلسفة للدكتور ياخذ عنده فلسفة معينة فش يقول يا النوت على تاو تاو مين جيبه وهنا اكس 2 هي بي ناقص مثل ما قلت لكم هنا زائد هي هنا تاو نجيبه نفس الحالة حتى نطلع number of pairs و number of experiment 2 في الكي اوكي هذا دائما تابع عطاء في السؤال اغلب الاحيان. اكزامبل نفس الحاله الواي نعطيك الفانكشن الاكيورسي يعني منطق اياها و شو اسمه بين الانترفول بين صفر وبين اثنين اوكي فيري جود زين نمشي ايضا نطلع اكس 1 استخرج اكس 2 ونستخرج x3 بعدين x3 x4 او x1 x2 حسب التسميه ما عندي مشكله اهم شيء التسلسل تتبع التسلسل الصحيح هنا نفس الحال طلعنا الوايات راح تشوفها مقتربه شويه شويه تبدي تقترب لو تلاحظون الديجيت الثاني سيركل 5 الى ان هنا نشوفه تبدي تقترب كثيرا 7 هنا تقريبا almost الدشين فنقدر نعرف الاوبتيمم وين هي تشوفون هي نفس الفكره كلها تشتغل على المحاور على هذا المحور والانترفل المعطيني اياها الانترفل المعطيني اياها بين A وبين B هي هاي شويه تاخذ من عندنا وقت لان تحتاج فهم حتى اقدر اوصل للنقطه اللي اريدها فبعض العلماء يقولون يا باني ابدي اضيف انترفل بعض العلماء مثلا ربع او الثرد او النصف بعضهم قالوا لا احنا خلينا نضيف انترفل نقسم الانترفل مالتنا الى تقسيمات بعضهم قالوا الانترفل كله نقسمه على اثنين وبعدين يبقى نقسمه على اثنين وبعدين يبقى نقسمه على اثنين وهكذا الى ان نوصل الى الدقه فهي الكون تقريبا الها بليف مي الها ذا سيم بيسكس البيسكس نفسها انتوا ممكن ان شاء الله بالمستقبل هم تكتشفوا لكم في الطريقه تقول ياباني اقسم على كذا رقم حتى يوصلني الى الرقم الصحيح الاوبتيمم دايركت بدون ما اروح ب 27 سيركل اسوي وهاي تسمى باسمك مثلا زهراء ثيورم نسميها بنشرحها بالاوبتمايزيشن او ياسر ثيورم ياسر ميثود مو استبرق اكويشن نسميها هيك ان شاء الله صيب اسمكم انتوا اذا تعرفون هم فطريقه جديده ممكن تبتكروها واضحه الامور كلير نعم طبعا دائما انتوا من تحلون بديكم راح تفهم المساله هذا الحكي الشفهي جد ما اني احكي هسه منه الباكر الصبح اوكي تفتهم لان امامك الشرح لكن انت بينك وبين نفسك من تفهم ايش وقت ترجع وتقرا تحل بيتك ممكن احنا عندنا خطا هنا بالتبكين وما ندري فانت راح تعرف الصح اوكي زين فيري جود اكسلنت خلي هسه شنو نسوي عاداتنا الاسبوعيه ناخذ الدرجه نخلي على الحضور ونعطيكم الكويز حتى تحلوا زين دكتور بما نعم دكتور امتحان البيت مالتني ايه
ليش 9؟ أنا أخذت 9 بس يعني أنا جاوبت إي دكتور حلو إنها كلها صح، ما عندنا شو غلط. متأكدين؟ اشتغلت صح مثلا. لا دكتور متأكدين يعني؟ أنا متأكدة من الحلو. بس تقدر تشيك أنت من يمك احتمال يعني. ده صبري ستي زهراء خاتون. نشوف زهراء. وين زهراء خاتون؟ أبا إذا طلع شو اسمه شو حيسوي بيكم؟ وين زهرة؟ أريد أعرف ليش 90؟ شنو الخطأ عندي؟ أنا أعلمكم. بس